الآن بدأنا بتجربة المصافي، بدأنا بتجربة مصفى كربلاء. بعض المختصين يقول بدأت هذه التجربة متلكية. أنت شو تقول؟ شوف وعد أقول لك، أنت معروف عنك من تقدم البرنامج مالك تبتشي العالم، وأني أيضا من أطلع مرات بهاي اللقاءات يقولوا لي أنت تظلمها بوجهنا. شوف المصافي انبنت هاي المصفى بيجي العملاق، مصفى بيجي 290 ألف برميل باليوم، ثلاث مصافي مو مصفى واحد، وبياها مصفى الصينية 30 ألف، 320. هذه انبنت خلال فترة الحرب، والله خلال فترة الحرب ويا إيران، مو انبنت بوقت السلم. وهذه كانت مسؤوليتنا، وافترينا العالم وجبرنا الشركات أنه يجون، وطائرات كانت تقصف عليهم بالمصفى البصرة، كان دا نبني مصفى الدهون وكذلك هناك. هسه بزمن الخير بزمن السلم أجي أوقع عقد لمصفى كربلاء اللي هو مو جديد، اللي هو تراث ما المصفى الوسط بسدة الهندية اللي بلشنا به بال87. مع ذلك انساها، وقعت عقد انتو زين في شباط 1983 ويا هونداي الكوريه. طيب شو 10 سنين 1983 2013 10 سنين مصفى ما يكمل، 10 سنين الكلفه مالته ليش يا ابو 6 و400 مليون، 6 مليارات و400 مليون. اخوه بايران اكبر منها بالضبط ب 3 مليارات. والله اكو مصفى لافان بقطر اقل من هذا الشيء. حكيت صرخت انا بكثير بس ما حد سمعني. هاي مثبته ترى، ما حد يقدر. لا انا طلعت وثائق هسه قبلنا عمي، هسه اقول لك المصفى اشتغل ووقف. طيب خليش عندهم مشاكل. والله شنو؟ والله لانه هوندا انسحبت وقت ما عندهم كورونا. والله أنا صار عندي مشكلة ويا هوندا، هي بالذات هوندا نفذت لنا المستودعات مع الخط العراقي عبر السعودية في المعجز على البحر الأحمر، تأخروا شهر. والله شل التليفون حكيت ويا رئيس مجلس إدارة الشركة مع هوندا، ما يعرف يحكي إنجليزي زين، خليته خلال 24 ساعة يركب طيارة ويروح هناك، عمره فوق 80 سنة ذاك الوقت، ويتنفذ المشروع في وقته. أنا الخط الجزء المرحلة الأولى من الخط العراقي عبر السعودية تعرف 650 كيلومتر، قطر 48 عقدة، تعرف بشقد تنفذ مدة شقد؟ أي 11 شهر، والله 11 شهر. أحمد زكي يماني الله يرحمه تراهن وياي، قال لي دروح ده مستحيل هذا يتنفذ شيء، والله كمل بدع شهر وانتقلنا للمرحلة الثانية بجودة عالية، من كان أكثر تقنية من كل خطوط الأنابيب اللي أنشئت بالعالم. ليش؟ لأنه المشرف الفني على المواصفات هي لا أني ولا غيري، أرامكو، لأن هم المسؤولين عن الصيانة بعدين، فكان يشترطون علينا شروط قاسية جدا. انت الان مصفى هذا نعم بمتطورات بي منشآت، لكن 10 سنين زين وينه؟ مفتتحات 2 صارت له يوميه، ما اخذي رئيس الوزراء ملبسي له هذا المصفى، ملبسي شفقه وخليه يقص شريط. عمي الانتخابات اكو مستشفى بالحله 6 مرات انفتح ولهسه ما يشتغل، كل ما تصير انتخابات راح السيد الرئيس قص له شريط. يأتي هذاك اليوم همينا مكان آخر بالعمارة ما أدري وين مشروع همينا مرتين افتتحوه، شنو أنتوا جايين بس تقصون عندكم مقاصيص؟ يشكوا بها يعني. شوف بعد ما أطلع وياك أنت. ليش؟ أنت لأن تفور دمي. فور دمي. خليني أحكي. خليك تحكي. أنا خليك تحكي.